استاذ فؤاد، موضوع بسيط فيما يتعلق، وانا عايز اركز فكره الملف الاستثمار العقاري واللي حضرتك متخصص فيه، وهنتكلمنا عن المخالفات وكذا، بس انا عايز اتكلم عن الدائره الاوسع، وهي فكره انه احنا بنقول طول الوقت في مصر ان الاستثمار العقاري هو الاستثمار الامن، وان في كتير من الناس حتى سابت اشغالها وسابت تخصصاتها وراحت للاراضي والاصول، لان قال لك هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن اضمن فيها فلوسي مع انها بتحافظ على جودتها. بس في للاسف احنا عندنا الفيلد او المجال العقاري ده فيه عشوائيه كبيره وما فيهوش نظم واسس. ازاي احنا كاقتصاد مصري نستفيد من مجال الاستثمار العقاري بشكل منظم؟ الاستثمار العقاري مرتبط ارتباط وثيق بسعر الصرف. برضو كل حاجة للأسف مرتبطة بسعر الصرف. يعني احنا النهاردة مثلا انت بتشتغل في استثمار عقاري، واخد مشروع، اي مشروع، والنهاردة انت اشتغلت وبعت او حجزت وحداتك على ان الطن الحديد ب6000 جنيه. بعد 6 شهور الطن الحديد بقى ب10000 جنيه. تمام. الاسمنت كان ب500 جنيه، فبقى ب800 جنيه، وكل عماله وكل كل بقى الايتمز بتاعه المبنى نفسه زادت 100%. وانت حاجز وحدات، ايه اللي هيكون موقفك انت؟ انت هيكون موقفك ايه؟ اما انت هتكمل وتحط من جيبك وتخسر، اما هتتوقف وتبقى فيه ازمه موجوده. كويس. للاسف بقى الشديد ان تقريبا كل قطاعات المجتمع دلوقتي هو الاستثمار الامن كله بقى بيبني. مصر كلها بتبني، الحكومه بتبني، الناس بتبني، كل الشركات حتى اللي غير متخصصه بقت النهارده بتشتغل في الاستثمار العقاري. فبقى حجم المعروض كبير جدا والقوه الشرائيه قليله جدا. دوت وبعدين سحب العمله من السوق خلى ناس كتير جدا صفت اعمالها وبقت تحط فلوسها في البنوك. يعني النهارده مين؟ النهارده قطاعات كتير جدا من المجتمع بتكسب 20%. انا النهارده البنك بيديني فايده 20%، طب انا اشتغل ليه؟ انا هكسب 20%، هكسب 25%، هدفع ميه وكهرباء وعماله وتامينات ووجع دماغ ومخاطره. طب ما انا يعني شركات كتير جدا الفتره اللي فاتت صفت اعمالها وحطت فلوسها في البنوك، سواء بقى 16% او 16.5% لمده طويله او 20% لمده قصيره. لان في ناس كتير جدا حققت ارباح الفتره اللي فاتت، اللي اشتغل بشكل غير رسمي حقق ارباح طائله. طبعا. واللي اشتغل بشكل رسمي خسر كتير جدا. الاستثمار الامن كل بقى الشركات بدات تتجه. بس انت لك يا استاذ طول الوقت ان في الاستثمار العقاري بالذات، انا اسف يعني هم اللي بيقولوا اتفضل على زكريا اللي بيقول، ولكن هامش الربح فيه هو اللي عالي، انتوا اللي محطين طول الوقت هامش الربح العالي جدا، فبالتالي اي زياده سواء في الخامات او في ارتفاع سعر الصرف او كذا فوق هامش الربح بتاعكم العالي بيخلي القصه تبقى شبه مستحيله عند الناس. هو في الحقيقه مش كده، لان اللي بيشتغل يعني هو الموضوع في سعر الاراضي. لو سعر الارض انا واخده كويس فانا بحقق ارباح كويسه، لو سعر الارض واخده بشكل عالي فمش ممكن احقق ارباح كويسه. يعني النهارده الدوله مثلا بتبيع في اماكن كتير جدا سعر الاراضي ب6000 و7000 جنيه وممكن ب8000 جنيه، ده في الصحراء، وانت حد الارتفاع بيكون 3 ادوار او 4 ادوار. طب هتحقق ارباح ازاي زي الاول؟ الاول كنا سعر الاراضي رخيص وبتبني 11 دور، فبالتالي كل ما انت بترفع طابق كل ما انت ارباحك بتزيد. دلوقتي في استراتيجيه جديده ان عدد الادوار يقل، يعني توسع راسي على اساس ان الزحام والتكدس الفتره اللي فاتت بقى العاصمه الاداريه الجديده، المليون ونص فدان، كل المشاريع اللي الدوله بتعملها في الحقيقه مشاريع كويسه جدا، بس سحبت السيوله من السوق. تمام. والنهارده كل اللي عنده فلوس يا اما مش عاوز يشوف الدنيا رايحه لغايه فين، اللي عنده دولار قاعد يشوف الدولار رايح لغايه فين، ففي شلل في السوق. فاحنا مهما كنا حققنا ارباح فاحنا بقالنا سنين عندنا عقارات كتيره جدا واقفه وما بتتباعش. صحيح يعني انا فوجئت الفتره اللي فاتت ان في حتى في حي المهندسين اللي كان المفروض الاكثر رواجا، فوجئت ان الناس وسط مصر قال لك ما فيش حد بيقرب. لا، ما حدش بيشتري خالص. الدنيا سعر الدولار فرق مع ناس كتير جدا. الخامات كلها يعني تقريبا بنسبه، مع ان المفروض بقى الاجانب والعرب يقبلوا على الشراء، لان سعر الدولار ده بيكون فرق معاهم. يعني اللي مثلا السعودي اللي معاه 500,000 ريال كان زمان يساوي 1,000,000 جنيه، دلوقتي يساوي 2 مليون جنيه ونص. في الحقيقه بقى الشقه اللي ما كانش قادر يشتريها هيشتري دلوقتي شقتين. بالظبط. هم دلوقتي الاتجاه بتاع الدول العربيه او الخليجيه او الدول الاوروبيه لما سعر الجنيه قل بالشكل دوت بداوا ينزلوا عشان يستثمروا. طب. ولكن برضو بنرجع تاني، هو قلقان، هو مش قلقان ان عملتك قليله، لا بالعكس، هو النهارده المليون ريال بالنسبه له هيعمل بيه يعني استثمار قوي جدا.
في ظل ظروف الجنيه، ولكن هو النهارده عاوز برضه يحافظ على المليون ريال او المليون دولار او هنا بقى نرجع يعني لفكره القانون كل الاستثمار والامن والبيروقراطيه والروتين. بارك يعني الله فيك.